وكعادتنا في صباح الخير يا مصر، دايما بنبدا معاكم اولى فقراتنا بتذكره لاهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها الاجتماع اللي عقده دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعه مستجدات الموقف الحالي لمنظومه التغذيه المدرسيه، والتاكيد على انه الوجبات بتتوفر فيها كل العناصر الغذائيه المتكامله اللي بيحتاجها الطلاب في يومهم الدراسي. امبارح ايضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لبحث اليات زياده التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم. كلف رئيس الوزراء بسرعة طرح المدارس الجاهزة واللي عددها 10 مدارس على المستثمرين من القطاع الخاص. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية أدكس 2023 في دورته الثالثة، واللي هيستمر لحد يوم 7 ديسمبر بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، وده بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتفقد الرئيس عدد من أجنحة المعرض مع التقاط صورة تذكارية مع المشاركين. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التغذية المدرسية، وأكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة اللي بتحظى بيها منظومة التغذية المدرسية لطلابنا في مختلف المراحل التعليمية، وقال إن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم اتخاذه من خطوات لتطوير هذه المنظومة وما تتضمنه من وجبات تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة اللي بيحتاجها الطلاب، وده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن منظومة التغذية المدرسية مستقرة ومؤمنة وأصبح ليها عمل مؤسسي، وهناك توجيهات رئاسية بشأن العمل على حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتغذية المدرسية لتقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع لبحث آليات زيادة التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم، وكلف رئيس الوزراء بسرعة طرح المدارس الجاهزة اللي بيبلغ عددها 10 مدارس على المستثمرين من القطاع الخاص، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية في 34 مدرسة أخرى من أجل طرحها على المستثمرين. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع اتفاقية لتطوير فندق فاخر تحت اسم العلامة التجارية الريتز كارلتون بالم هيلز في منطقة غرب القاهرة. وعلى هامش التوقيع قال الدكتور مدبولي إن الدولة المصرية بتولي اهتمام كبير للاستثمار في القطاع السياحي، لا سيما في منطقة غرب القاهرة اللي بتقع بالقرب من منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير اللي بنستعد لافتتاحه، كما أن هذه المنطقة بتشهد تطوير غير مسبوق فيما يتعلق بالبنية التحتية بما فيها الطرق والمحاور ومطار سفنكس الدولي. بالنسبة لأخبار المحافظات، امبارح تم الإعلان عن فتح حوالي 16,000 ملف طبي استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة دمياط. أما في الغربية فقد تم توزيع ملابس جديدة على 425 أسرة في قرى مدينة قطور. كمان في اسكندرية مديرية الزراعة قالت أنها بتستهدف زراعة 48,628 فدان من محصول القمح السنة دي. أما في كفر الشيخ فتم تحصين 180,000 رأس ماشية من الحمى القلعية. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في دمياط أعلنت مديرية الصحة أنه تم تدشين حملة ملف طبي لكل أسرة بمنشآت الرعاية الصحية الأولية استعداداً للتأمين الصحي الشامل في المحافظة، وتم إنشاء 16,634 ملف عائلي لعدد 16,634 أسرة، وده من خلال الفرق الطبية بالوحدات والمراكز والفرق المتنقلة. في الغربية شاركت مديرية التضامن الاجتماعي في تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجاناً على 425 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى العتوة البحرية والعتوة القبلية وعزبة بهجات وأبشواي الملء بمركز قطور، وتم تنظيم المعرض لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم.
في قنا شهدت الوحدة المحلية بمركز مدينة دشنة تركيب بلاط الانترلوك في شوارع المدينة بعد رفع كفائتها ضمن خطة الدولة لتطوير المدن والشوارع لتكون نظيفة وتيسيراً للحركة المرورية أمام المواطنين. في شمال سيناء كثفت مديرية الأوقاف أنشطتها الدعوية بالإدارات الفرعية ضمن مشاركتها في مسابقة أفضل أداء دعوي للمديريات الإقليمية التابعة لوزارة الأوقاف، وتم تنفيذ 50 أسبوع دعوي ثقافي في المساجد الكبرى بمدن المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة. في الإسكندرية أعلنت مديرية الزراعة أن المستهدف من زراعة القمح هذا العام هو 48628 فدان، وده في إطار حرص الدولة على سهولة إجراءات التوريد وتشجيع المزارعين، بالإضافة للمتابعة المستمرة مع المزارعين، حيث أن لكل محافظة أصناف من القمح تعطي إنتاجية وفيرة وفق طبيعة المناخ. وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية فيوجد صنف سخا 95 وجيزة 171 ومصر 3، وهي أصناف مقاومة للآفات وأعطت وفرة إنتاجية وحبة كبيرة. في كفر الشيخ شهدت قرى ومدن المحافظة تحصين الماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع والحمى القلعية وترقيم الماشية، إضافة لتحصين الطيور ضد مرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية. وتم تحصين 180 ألف رأس ماشية من مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالقرى والمراكز، إضافة لترقيم الماشية، وبتستمر الحملة لحين الانتهاء من تحصين 220 ألف رأس ماشية. في الأليوبية أعلنت مديرية الشؤون الصحية عن تنظيم القافلة الطبية المجانية بقرية العمار بطوخ للمشاركة في مبادرة إنت الحياة اللي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة. بتضم القافلة جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان على يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات. في المنوفية أعلنت مديرية الزراعة أنه تم توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة، وتم الانتهاء من توزيع 8235 طن نترات ويوريا بنطاق المحافظة. في البحر الأحمر أعلنت مديرية الشؤون الصحية إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج ل 2064 مواطن بقرى ومدن البحر الأحمر من خلال 8 قوافل علاجية تابعة لمبادرة حياة كريمة، وده رفع الوعي الصحي للمواطنين وتقديم أوجه الرعاية المتكاملة للكشف المبكر عن الأمراض مع إمكانية علاجها في أسرع وقت ممكن وتقديم كافة الخدمات العلاجية والأدوية بالمجان لمواطني المحافظة.